يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا واظب الرجل وزوجته على صلاة ركعتين في كل ليلة، فهل يكون فعلهم هذا بدعة علما بأنهم إنما فعلوا ذلك لكي ينالهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الرجل وزوجته ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الحديث؟ هذا من قيام الليل، قيام الليل أقل ركعتان، إذا كانوا يقومون من الليل ولو ركعتين شيء طيب. نعم.